يا بابا بابا انا اتخرجت وبقيت دكتوره. الناجح يرفع ايده يقول ايه. من صغري وانا عارفه اني غنيه، بس برضو اصريت ادخل كليه صعبه. ايوه باين الشهاده. ايوه بنتي بقى دكتوره. ايوه رسمي. دخلت كليه الطب وبقيت دكتوره، دكتوره اطفال. ورغم ان بابي كان عايز يعمل لي احلى واشيك عياده، بس انا رفضت. وبشتغل في مركز طبي خيري لاني بحب الناس البسيطه، ببقى نفسي اساعده واقف جنبه. اما اختي بقى فبتشتغل مع بابي في البيزنس بتاعه، ده غير طبعاً إنها بتحب تتفرج على البرامج الرياضية وبالأخص المصارعة الحر. الفيسبوك بالنسبة لي هو حياتي، لأن معظم الناس اللي دخلوا حياتي مزيفين ومش حقيقيين. الناس في الفيسبوك ودودة ومجاملة وبيشاركوا الواحد كل مناسباته ومشاعره، بس أنا استسلمت للعالم الافتراضي ده. بفرح مع الناس وللناس، وبزعل برضو مع الناس وللناس. ناس أغلبهم معرفهمش، لدرجة أني لما بتخيلهم بتخيلهم شكل صورة البروفايل بتاعتهم، حتى لو صورة البروفايل دي هي صورة قطة أو حتى كتكوت. حياتي بقت المركز والفيسبوك، والفيسبوك والمركز، لحد لما اتخطبت المصطفى وغيرت حالتي الاجتماعية من سنجل لإنجيجت. كنت فرحانة قوي وحاسة أني أسعد إنسانة في الدنيا. بس مصطفى خاني، ما أقرب صاحبة ليا، عقدني بصراحة. ورجعت حياتي تاني كلها لنفس الحياة، المركز والفيسبوك. حياتي حياة صعبة، طول عمري لوحدي من وأنا صغير، لا شفت الأب ولا أم، بس عندي إمكانيات كويسة وبحاول أستغلها أحسن استغلال. لسه قدامي كتير عشان أوصل اللي أنا عايزه، بس متأكد إن أوصل. النهاردة يبقى بقالي 4 سنين بكتب كل يوم قبل ما أنام حصل إيه في يومي، ودايماً اليوم بيبقى فيه حاجات مسلية ومثيرة. والله أنا تعودت عليك قوي، لما بصحى من النوم ساعات ولاقيك مش بعتلي مسج بتنكد. طب أعمل إيه بقى عشان أشوفك؟ طب حتى مش هتقولي لي اسم المستشفى اللي أنت شغالة فيها إيه؟ لا مش هقولك. شهر بحاله بنتكلم، لا مخلياني اشوفك ولا حتى عايزه تديني رقمك. كله بأوانه يا جوجو. طب انا مش هيأس واكيد هشوفك قريب. معلش سامحني يا جلال، ساعات بيكون وقتي ضيق قوي، انت عارف ظروف المستشفى. النهارده يوم مش عادي، المفروض يكون كده. تعب شهر كامل، تجهيز وفلوس ووقت ومجهود، كل ده لازم يكون له نتيجة اللي أنا مستنيها. يا مسهل. افتحي بقك أكتر. خلاص يا حبيبتي قومي. عندها صديق جامد على اللوز، هو ده اللي عامل لها النزلة المهوية. أنا رأيي إنها لازم تعلق محاليل في المستشفى وتبتدي بقى كورس الأنتيبيوتيك. طب ودي مش غالية يا دكتورة؟ أنا عارفة ظروفك كويس، ما تقلقيش، دي هدية مني المرة. بس ده كتير قوي يا دكتورة. ولا كتير ولا حاجه، المهم صحتها بس تبقى كويسه. ربنا يخليكي لينا يا دكتوره يا رب. اتفضلي. ده اسم الدواء. شكرا دكتوره. العفو عليكي. سلام يا سلام يا مرو. والله انا ما عارفه اقول لحضرتك ايه، الله يبارك لك يا دكتوره. ما تقوليش حاجه،
وحتى لو مش قريبتك وظروفها كده انا كنت ساعدتها. انا الحمد لله بكسب كويس، ما فيهاش حاجه لما اعمل حالات مجان. والله يا دكتوره انت حته سكره، ربنا ما يحرمنا منك ابدا ونشوفك عروسه مع احلى عريس في الدنيا. طب سيبك بقى من الكلام ده ويلا نشوف شغلنا. حاضر يا دكتور. كريمان، هاي، ازيك؟ ايوه يا فندم. انا جلال. جلال زيدان. جلال جوجو. جلال جوجو؟ اه. حضرتك هتهزر معايا؟ انا معرفكش. شكلك راجل محترم، خلي بالك هنا كمان مكان محترم، فيا ريت تمشي بالذوق احسن. مش معقول تكوني شبهها للدرجه دي. طب بما ان حضرتك شايفاني راجل محترم، طب ممكن تسمعيني؟ هو مش حضرتك دكتوره كريمان البدرشيني دكتوره الاطفال وبتشتغلي في مستشفى الامل الخيري؟ على فكره اي حد ممكن يكون عنده المعلومات دي. طب ممكن اقعد بس اشرح لك؟ لا. طب بصي يا ستي، دي الرسائل اللي كانت بينا على الاكونت بتاعك. اتفضلي. ايه ده؟ دي مش انا. هي صحيح صورتي بس انا معرفكش ولا عمري عملت تشات معاك. هو مش ده اسمك ودي صورك؟ ايوه، لكن الاكونت ده مش بتاعي. انا مش عارفه حضرتك جايب الاكونت ده منين. ده اكيد حد منتحل شخصيتي. معقوله؟ ده انا بكلمك بقالي شهر. طب اتفضل اقعد. اتفضل. يعني حضرتك المفروض جاي النهارده على اساس ان احنا في بينا ميعاد؟ لا لا خالص، انا باجي هنا احيانا، بس اول ما دخلت ولقيتك بصراحه ما كنتش مصدق نفسي. انا مش عارف اقول لك ايه، انا بكلم صاحبه الاكونت ده بقالي شهر تقريبا كل يوم، ويعني تقريبا في بينا مشاعر. يعني انا اسف، يعني بجد مش عارف اقول لك ايه. يعني حضرتك المفروض فاهم انك على علاقه بالدكتوره كريمان يوسف البدرشيني. انا كده فاهمه صح؟ للاسف هو كده فعلا. طيب ممكن اشوف الاكونت؟ عايزه اتفرج على الصور. اه طبعا اتفضلي، ده في ولا 200 صوره ليكي. ايه ده؟ ده بينزل نفس الصور اللي انا بنزلها وتقريبا في نفس الوقت. حضرتك لازم تبقى فاهم ان الاكونت ده مش بتاعي. اه انا كده فهمت، واضح ان دي مش حضرتك. انا اسف. انا اسف، جايز اكون فاجئتك او احبطتك، بس واضح ان اللي كان معاك الفتره اللي فاتت اشتغلك صح. عمري ما تخيلت ان انا ابقى ساذج للدرجه دي او يضحك عليا بالشكل ده. بس انا عايز اعرف يا ترى ايه السبب اللي يخلي حد يعمل كده؟ يعني المرضى النفسيين كتير، بس كانت محبوكه قوي لدرجه ان انا اتدلقت زي الجرده. سوري ان انا ضحكت، بس انت صعبان عليا جدا. بس انت لازم تاخدي موقف من الشخص ده. طبعا طبعا، بس انا مش عارفه المفروض اعمل ايه بالظبط دلوقتي. اول حاجه وفورا تعملي ريبورت للفيسبوك وتقولي لهم ان في حد انتحل شخصيتك، واول ما يتاكدوا من ده يقفلهم الصفحه. اوكي، هعمل كده اول ما اروح. وانا كمان اول ما اروح هعمل ريبورت ده. طب ممكن تقولي الريبورت ده بيتعمل ازاي؟ انا بصراحه ما اعرفش. هشرح لك، بس الخطوات دي هتاخد شويه وقت. اوكي، حضرتك جاهز تطلب حاجه؟ لا لا انا هقوم امشي. لا لا خليك تشرب حاجه، انا بصراحه طالبه اكل. لا مش عايز ازعجك. لا لا مفيش ازعاج، شوف الاستاذ يطلب ايه. تحت امرك يا فندم. عايز واحد بيف تندر لاين. اصلا تحب تشرب حاجه حضرتك مع الاكل؟ لا شكرا. سي قول لي بقى الريبورت ده يتعمل ازاي. بص يا ستي، والله زي ما بقول لك كده. لا ولما تتقمص بقى او يتقمص، ما انا مش عارف بقى اللي بيشتغلني ده راجل ولا ست. واقعد انا طول الليل افكر ازاي اصالح. الواحد عمال يفتكر في شويه حاجات دلوقتي، زمانها بتقول عليا اهبل رسمي. معلش معلش، بتحصل في احسن العائلات. مش عايز اقول لك انا حاسس بايه دلوقتي.
احساس غريب جدا. ابقى بكلم واحده بقالي شهر وبتمنى اشوفها، لا وهي رافضه بقى وعماله تتدلع، ولما اشوفها بالصدفه تطلع هي مش الشخص اللي انا كنت بكلمه، انما هي هي بقى الشخصيه الحقيقيه. شفت اللفه شكلها عامل ازاي ولا في الافلام؟ فعلا صدفه غريبه جدا. بس بالنسبه لي صدفه حلوه قوي. هو انا في حاجه عايز اطلبها منك بس محرج شويه. Let me guess. عايز تاخد نمرتي؟ ياه ده اكبر من احلامي بكتير. انا بس كنت عايز اعمل لك اد على الفيسبوك بتاعي. وهتبتدي كل ده من الاول؟ شفت انا صبور ازاي؟ بص انا مقتنعه ان مفيش حاجه اسمها صدفه، وكل حاجه بتحصل في الدنيا ليها سبب او حكمه. وانا صريحه، انا لو ما كنتش ارتحت لك عمري ما كنت هسمح لك انك تقعد معايا، فانا ما عنديش مانع ان احنا نتبادل الكونتاكتس، بس اوعى تخليني اندم بعد كده. اوعدك انك مش هتندم. باين عليك حدوتة. هاي على طول كده؟ هاي ميرسي على الفريند ريكوست. أنا اللي ميرسي إنك قبلتي. أنت قلت لي إنك مهندس كمبيوتر بتعرف تعمل صفحات لشخصيات وكده، ازاي؟ مش فاهم. اصل بابي عايزني اعمل له صفحه على الفيسبوك على اساس انه فاكرني خبره وكده، وانا طبعا بلح. او طبعا ده سهل جدا، بس فاهميني الموضوع ايه بالظبط، ولو حابة أكلمك أنا تحت أمرك. أنا ما ورايش حاجة دلوقتي. طب أكلمه بقى عشان نخلص ولا إيه؟ بقى عشان نخلص ولا أنا بتلكك؟ أوكي نتكلم. اننا بقالنا كتير بنتكلم، بس حاسس ان انت مش متحمسه قوي ان احنا نتقابل تاني. لا مش فكره مش متحمسه يعني، بس احنا يا جلال ما نعرفش بعض، وهننزل نعمل ايه يعني؟ ما انا عايز اعرفك نفسي كويس. لعلمك بقى انا حاسس ان انا اعرفك من زمان، ده انا بقيت افهمك من صوتك. يا سلام خبير قوي يعني. يا ست ولا خبير ولا حاجه، بس اللي يهتم بحد ويركز معاه يقدر يفهمه بسرعه. جلال هو انت عايز مني ايه؟ هو لازم يكون في هدف من ورا ان انا عايز اعرفك. انا عايز ابقى جنبك وحابب وجودك في حياتي. كل بني ادم مننا محتاج انسان يبقى جنبه يثق فيه ويتسند عليه ويكون مصدر امان في حياته. ايوه بس اشمعنى انا يعني؟ جلال ثانيه واحده. ايوه يا جلال، معرفش في زلطه دخلت كسرت الفاز عندي. نعم ازاي ده؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي رماه؟ معرفش، بصيت بس الدنيا ضلمه مش شايفه حاجه. انتوا مش عندكم امن؟ ايوه عندنا واحد واقف تحت. طب خليه يبص حوالين البيت كده ويفتح عينيه، بس ما تقلقيش ممكن تبقى حاجه طايشه من هنا ولا من هنا. تحب اجيلك؟ لا تيجي فين؟ انا هعمل زي ما قلت لي ما تقلقش. اسمعيني كويس يا كريمان، انا لما بقول لك اجيلك ما بقولش كده وخلاص، انا مستعد اقعد تحت البيت طول الليل عشان تبقى، وأرجوكي أي حاجة تحتاجيها في أي وقت لازم تكلميني على طول. اتفقنا؟ ميرسي يا جلال، ما تقلقش. باي. إلي Thank you.
الخير. يلا انا همشي وراك النهارده طول اليوم. احنا هنعمل كده بجد؟ اتفضلي يلا. ميرسي. كريمات انا وصلت تحت اهو. سوري يا جلال انا خلاص 10 دقايق ونازله. ولا يهمك خدي وقتك. ماشي. ولا يهمك. يلا جلال مش عارفه اقول لك ايه. انا تعبتك قوي. ولا تعب ولا حاجه، ده انا بشكر الزلطه اللي كسرت الفازه بتاعت اوضتي. واحب على راس الراجل اللي مشي وراكي ورعبك ده. لولاهم ما كانش زماني بشوفه كل يوم. ميرسي. كريمان انا جاهز اهو هجيلك. لا طبعا سيبني فيك. انا اصلا خلاص اطمنت ومش قلقان. انا اصلا بكلمك من الشغل. ايه ده يعني راحت عليا خلاص مش هشوفك تاني بقى؟ لا مش قصدي يعني، بس انا تعبتك كتير اليومين اللي فاتوا. ارتاح مني بقى شويه، وبعدين انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي. بصي بقى يا ستي، لو عايزه تكافئيني بجد يبقى تقبلي عزومتي على العشاء بكره. لا ابتدي بقى افتحي شويه. لا هقفل يا بنتي اسمعي كلامي بس. وعليكي يا كوكي شكلي حلو قمر. طبعا بجد بجد جدا. هو انا مش قلت لك ان موضوع جلال ده اخره خير؟ بصراحه هو يجنن، راجل وجدع، بس انا خايفه لما يعرف ان انا معجبه بيه يتقلب. انت عارفه الرجاله بقى. ليه التشاؤم ليه؟ وبعدين الحاجات دي بتحصل مع العيال الصغيره. وبعدين خايفه يطلع بتاع بنات. ايه ده يا كوكي؟ واحنا هننقي كلهم بتوع بنات حبيبتي؟ لا انا مش عايزه اعيد تجربه مصطفى دي تاني، ده انا اموت فيها. جالك مسج على فيسبوك. لا اكيد هو، بس ما كلمنيش على الموبايل ليه؟ تعالي شوفي. اجري اجري تعالي.